لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا نتيجة استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بحي 80 مسكن بالمخدمة ولاية ورقلة. وحسب بيان الحماية المدنية فقد تدخلت وحدات الحماية ببلدية المخدمة من أجل تحويل 5 أشخاص إلى عيادة متعددة الخدمات بالمنطقة في حالة حرجة. الفاميليا تاعهم زعما كانوا راقدين مع بعضهم كاش ما قازو يتو، وسمعنا احنا الصباح هذوك جوية 10:30 11 عيطونا انا جينا المستشفى قال كامل دايم ربي مشكل تاع غاز ما فهمناش الامور كيفاش راهي. اسره كامل الراجل ومرته والولاد في 3 من الفاميليا تاع المراه. عائله متكونه من 5 افراد اثر اختناق بالغاز كلهم متوفون على الساعه 10:38. العائلة تكون من 3 أطفال بنتين وولد ما بين السن ما بين 8 و13 سنة والعم والعمة ما بين 47 و60 سنة. نتقدم بالتعازي الخالص لأهليهم وذويهم وأسكنهم الله وفسح الجنة.